بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم، معكم أستاذ سعيد عبد الفتاح معلم الكيمياء بشركة آفاق التعليمية. النهاردة هنتكلم مع بعض في الحصة الثانية من حصص التحصيلي في موضوع من الموضوعات المهمة جدا عندنا، اللي هو موضوع أيونات الهيدروجين والرقم الهيدروجيني. أيونات الهيدروجين والرقم الهيدروجيني يا شباب من الدروس اللي درسناها في كيمياء 4 مع بعض، وزمايلنا برضو حتى اللي في النظام الفصلي درسوا هذا الدرس، فهو المفروض تكون انت عارفه، وهنراجع مع بعض فيه على بعض النقاط المهمة اللي تهمنا جدا في التحصيلي واللي اتكررت معانا في التجميعات اللي فاتت، وان شاء الله تستفيدوا من الكلام هذا. الاول تعالوا كده نشوف ايه المقصود قبل ما ندخل في الرقم الهيدروجيني. هنتكلم ناخد بسرعة كده المقصود بأيونات الهيدروجين. احنا عندنا حاجة اسمها الحاصل الايوني للماء. قانون بسيط خالص بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان حاصل ضرب تركيز ايون الهيدروجين في ايون تركيز الهيدروكسيد، الكلام ده بيساوي 1 ضرب 10 اس سالب 14. ده من القوانين المهمة جدا. حاصل ضرب تركيز ايون الهيدروجين في تركيز ايون الهيدروكسيد بيساوي 1 ضرب 10 اس سالب 14. طيب بستفيد ايه من القانون اللي قدامي هذا؟ طبعا انا لو دلوقتي جبت لك قلت لك ايون الهيدروجين مثلا تركيزه 1 ضرب 10 اس سالب 3، احسب لي تركيز ايون الهيدروكسيد. ها احنا قلنا حاصل ضربهم ب 1 ضرب 10 اس سالب 14. طيب معنى كده احنا في حاله الضرب بنجمع الاسس. طيب انا عندي الهيدروجين ب 1 في 10 اس سالب 3، جمع اسس موضوع بسيط خالص، كمل لي من سالب 3 لحد سالب 14، يبقى هنضيف كام؟ يبقى الهيدروكسيد 1 ضرب 10 اس سالب 11، عشان يطلع المجموع سالب 3 مع سالب 11 يديني سالب 14. اظن الموضوع بسيط. كل اي فكره بقى تجيلك في السؤال ده انت هنا طبعا الكلام ده احنا بنستعمله اذا كان الرقم اللي قدام ال 10 اس سالب 3 او 10 سالب 1، وده اللي بيجيلك في التحصيل، لان لو اي رقم تاني غير الواحد انت هنا محتاج تستعمل الاله الحاسبه، وانت طبعا ممنوع استعمال الاله الحاسبه، فبيجيب لك رقم الواحد. يبقى 1 في 10 اس سالب 4، يبقى ال OH 1 في 10 اس سالب 10. لو ال H موجب 1 في 10 اس سالب 5، يبقى ال OH سالب 1 في 10 اس سالب 9، وهكذا. طيب نستفيد ايه من الكلام ده؟ احنا قدرنا دلوقتي نحسب تركيز ايون الهيدروجين وتركيز ايون الهيدروكسيد. طب من هنا برضو اقدر اعرف مين المحلول الحمضي ومين المحلول القاعدي. ازاي؟ قال لي لو تركيز ايون الهيدروجين، لو تركيز ايون الهيدروجين اكبر من تركيز ايون الهيدروكسيد من الـ OH سالب، نمسح الموجب هذا، يبقى في الحالة دي هذا المحلول حمضي. طب لو تركيز ايون الهيدروجين، لو الهيدروكسيد هو الأكبر، لو الهيدروكسيد هو الأكبر يبقى المحلول قاعدي. لو تركيز ايون الهيدروكسيد هو الأكبر يبقى هذا المحلول قاعدي. يعني لو الـ OH سالب، لو الـ OH سالب تركيزها أكبر من الـ H موجب، يبقى هذا المحلول ايش؟ قاعدي. طب لو متساويين، متساويين يعني كام؟ يعني ده ب 10 اس سالب 7 وده ب 10 اس سالب 7. 10 اس سالب 7 يبقى هذا المحلول متعادل. واضح الكلام؟ طيب. طب في المثال اللي قدامي هذا، هو هنا مديني الـ H موجب ب 10 اس سالب 3 والـ OH سالب 10 اس سالب 11، مين أكبر هنا؟ ها؟ إحنا عارفين في الرياضيات إن كل ما الأس السالب يصغر كل ما تكون قيمة الرقم أكبر، يعني الـ 10 أس سالب 3 أكبر من الـ 10 أس سالب 11، يبقى هذا المحلول إيش؟ حمضي. أظن الكلام كده واضح؟ يبقى هنا استفدت، قدرت أحدد دلوقتي لو جاب لي في صورة مسألة
اقدر احسب الاتش موجب، اقدر احسب الاو اتش سالب، اقدر اعرف هذا المحلول حمضي او قاعدي على حسب قيمه الاتش موجب وقيمه الاو اتش سالب. طيب تعالى ندخل فيه نستكمل. جم بعد كده العلماء قالوا احنا كل ما هنحب نعرف هذا المحلول حمضي ولا قاعدي لازم كده بالشكل هذا نستعمل اسس سالبه. فاحنا عايزين طريقه او قانون نستعمله بحيث تكون القيم موجبه، فتوصلوا الى حاجه اسمها الرقم الهيدروجيني والرقم الهيدروكسيدي. ايه الرقم الهيدروجيني والرقم الهيدروكسيدي؟ هذا ده مقياس او تدريج بيقارن لي بين المحاليل من حيث الحموضه والقاعديه، وبيتميز بان قيمه بتكون موجبه. البي اتش بيقول لي اهوت، البي اتش قانون البي اتش بيساوي ايه؟ قال لي البي اتش هو سالب لوغاريتم اتش موجب، سالب لوغاريتم اتش موجب. طيب احنا عرفنا الاتش موجب خلاص قيمه بتبقى بتتراوح من 10 اس سالب 1 لحد 10 اس سالب 14. طب البي اتش هذا اللي هو اللوغاريتم السالب لتركيز ايون الهيدروجين، ده القانون بتاعه اسمه اللوغاريتم السالب لتركيز ايون الهيدروجين، قيمته بتتراوح من 0 لحد 14، من 0 الى 14. 7 متعادل، اقل من 7 يصير المحلول حمضي في المنطقه هذه، اكبر من 7 يصير المحلول قاعدي. طيب تعال نشوف القانون وناخد مثال عليه سريع. هنا بيقول لي دلوقتي انا مديك الاتش موجب، قلت لك الاتش موجب بيساوي 1 ضرب 10 اس سالب 3، المثال اللي احنا شرحناه من شويه. طيب اوجد لي قيمة البي اتش، احنا عرفنا دلوقتي القانون سالب لوغاريتم اتش موجب، يبقى احنا هنحط، طبعا الكلام ده انا بعمله دلوقتي عشان افهم بس، انما في الامتحان مش محتاج اعمل كل ده زي ما هنشوف دلوقتي. يبقى سالب لوغاريتم واشيل الاتش موجب واحط 1 في 10 اس سالب 3. طيب اول لما اشوف سالب 3 في الاس، طبعا هنا في 1 سالب 3 في الاس اغير قيمتها. يعني ايه اغير قيمتها؟ يعني سالب 3 في سالب اغير الاشارة، سالب 3 ضرب سالب اللي بره يبقى موجب 3، يبقى البي اتش بكام؟ بموجب 3 على طول، لا محتاج حاسبه ولا محتاج حاجه خالص. امتى بعمل الطريقه دي؟ اذا كان هنا 1، وطبعا ده اللي بيجي لك في التحصيلي 1، اي حاجه ثانيه مش هتجي لك في التحصيلي. طيب يبقى البي اتش بكام دلوقتي؟ بموجب 3. خلاص 10 اس سالب 4 يبقى البي اتش بموجب 4، الاتش موجب 10 اس سالب 5 يبقى البي اتش بموجب 5. طيب بما ان البي اتش موجب 3، طيب في اللي احنا شفناه القانون اللي شفناه من شويه لما كانت البي اتش بموجب 3، نمسح هنا، بي اتش بموجب 3 يعني اصغر من السبعة، يبقى هذا المحلول ايش؟ يبقى هذا المحلول حمضي، وده اللي احنا توصلنا له برضه من القانون اللي فات اللي هو حاصل ضرب الاتش موجب في الاو اتش سالب 10 اس سالب 14. توصلنا لان المحلول حمضي لان الاتش موجب كانت قيمته اكبر من الاو اتش سالب. يبقى هنا البي اتش بموجب 3 يبقى هذا المحلول ايش؟ يبقى هذا المحلول حمضي لان بيقع في هذه المنطقه. طيب القانون العكسي اللي هو يجيب لك البي اتش، يعطيك هو البي اتش ويقول لك احسب لي الاتش موجب، يبقى هتقول له الاتش موجب 10 وسالب بي اتش، يبقى البي اتش ب 3 يبقى 10 وسالب 3 الاتش موجب، 10 اس سالب 4 وهكذا. طيب تعالى ناخد القانون المعاكس اللي هو البي او اتش. البي او اتش طبعا قبل ما ادخل في البي او اتش، كل ما الرقم بيقل هنا يا شباب كل ما الحمضيه بتزيد. يعني لو عندي محلول بي اتش بتاعته بواحد ومحلول ثاني البي اتش بتاعته بخمسه، مين ايهم اعلى حمضيه؟ لا اللي البي اتش بتاعته بواحد، وده برضه بيجي لنا في التحصيلي. يجيب لي مجموعه قيم للبي اتش يقول لي مين اعلى حمضيه؟ اعلى حمضيه اللي هو الاقل في البي اتش. كلام واضح؟ طيب بما ان اقل البي اتش اقل من 7 يزيد الحمضيه، يبقى البي او اتش يبقى اكبر من 7 الحمضيه بتقل. انتوا معايا؟ يعني لو البي اتش ب 13 الحمضيه بتاعته قليله خالص. طبعا القاعديه بقى هتبقى اكتر هنا، هنا القاعديه اللي بتزيد زي ما هنشوف في القانون المعاكس اللي هو البي او اتش.
احنا هنا طبعا لو هو مديني البي اتش ب 13 مش هنقول عليه حمضي بقى هنا خلاص، اه نقول عليه قاعدي. يبقى القاعديه هنا زياده وليست الحمضيه، الحمضيه اللي هي اقل من 7. طيب البي او اتش، البي او اتش هي سالب لوغاريتم الاو اتش سالب، سالب لوغاريتم او اتش سالب. نفس الطريقه بالضبط اللي احنا اتكلمنا عنها، يعني مثلا انا لو معطيك الاو اتش سالب 1 في 10 اس سالب، امسح ده بس، 10 اس سالب 5، عشرة سالب 5، يبقى البي او اتش سالب لوغاريتم 10 اس سالب 5، يعني موجب 5. واضح الكلام؟ يعني موجب 5. طيب احيانا يجيب لي الاو اتش سالب، يعطيني الاو اتش سالب هو ويطلب مني البي اتش، ويطلب مني البي اتش. طب انا عندي الاو اتش سالب 10 اس سالب 5، يبقى البي او اتش بكام؟ بموجب 5. عندي قانون بقى مهم جدا بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان البي اتش زائد البي او اتش لازم تكون بتساوي كام؟ لازم تكون بتساوي 14. البي اتش زائد البي او اتش لازم تكون بتساوي 14. بي اتش زائد بي او اتش بتساوي 14. واضح؟ يبقى انا لو عندي البي اتش ب 4 يبقى البي او اتش ب 10، لو عندي البي اتش ب 5 يبقى البي او اتش ب 9، وهكذا. واضح الكلام؟ طيب تعالى نشوف بعض الاسئله على هذا الدرس من مذكره التحصيل بتاعت شركة أفاق التعليمية. عندنا هنا أسئلة من أول سؤال 385. أي 385 بيقول لي هنا إيه؟ بيقول لي إذا كان، طبعا الأسئلة ديت كلها موجودة في التجميعات. بيقول لي إذا كان، سؤال 385، إذا كان تركيز الـ H موجب أصغر من تركيز الـ OH سالب، ها؟ يبقى هذا المحلول إيش؟ يعني الـ OH سالب أكبر من الـ H موجب، هذا المحلول قاعدي. يبقى هذا المحلول قاعدي. طيب، الرقم الهيدروجيني هو سالب لوغاريتم تركيز أيون الهيدروجين. طيب، إذا كان الـ BOH أصغر من 7، إحنا اتفقنا إن الـ pH أصغر من 7 يبقى المحلول حمضي. الـ pH أصغر من 7 يبقى المحلول حمضي. طب الـ BOH أصغر من 7 يبقى المحلول قاعدي. كلام واضح؟ طيب، بيقول لي تفاعل التعادل هو تفاعل محلول حمض مع محلول قاعدة لإنتاج ملح وماء. لإنتاج ملح وماء. سؤال 390 بيقول لي الأسئلة المهمة جدا واللي بتيجي في التجميعات كتير، مركب أيون يتكون من أيون موجب من القاعدة وأيون سالب من الحمض. مركب أيوني يتكون من أيون موجب من القاعدة، قاعدة زي مين مثلا؟ NaOH. NaOH دي مادة قاعدية، خدنا منها الأيون الموجب اللي هو الـ Na، وأيون سالب من الحمض، حمض مثلا وليكن HCl، خدنا منه الأيون السالب اللي هو Cl. يبقى خدنا من هنا الـ Na ومن هنا الـ Cl، يديني NaCl اللي هو ملح الطعام، يبقى الملح. يبقى مركب أيوني يتكون من أيون موجب من القاعدة وأيون سالب من الحمض، ده اسمه إيه؟ اسمه الملح. الدرس كده أتمنى إنه يكون واضح عندنا بقدر الإمكان. إحنا دلوقتي اتكلمنا النهاردة عن أول حاجة خدناها كانت معنى الـ ايونات الهيدروجين وايونات الهيدروكسيد. احنا قلنا ان الايون الهيدروجين حاصل ضرب تركيز ايون الهيدروجين في ايون الهيدروكسيد،
اتش موجب ضرب او اتش سالب ده بيساوي 1 ضرب 10 اس سالب 14. ومن هنا بنقدر نحسب تركيز الاتش موجب وتركيز الاو اتش سالب. وقلنا اذا كان الاتش موجب اكبر من الاو اتش سالب يبقى هذا المحلول حمضي، الاو اتش سالب هي الاكبر، هذا المحلول قاعدي. قلنا الاكبر يعني الاس سالب يكون اصغر. طيب من هنا قدرنا نحسب الاتش موجب والاو اتش سالب وقدرنا نميز بين المحلول الحمضي والمحلول القاعدي. دخلنا بعد كده على الرقم الهيدروجيني والرقم الهيدروكسيدي. الرقم الهيدروجيني اللي هو البي اتش سالب لوغاريتم اتش موجب، عندي تركيز الاتش موجب بيعطيهولك، بتغير قيمه لو جاب لي الاتش موجب هاخد الاس السالب اغير قيمته اخليها بالموجب، لو 10 اس سالب 3 يبقى البي اتش موجب 3، لو 10 اس سالب 5 يبقى البي اتش موجب 5. طيب قلنا البي اتش اصغر من 7 يبقى المحلول حمضي، اكبر من 7 يبقى المحلول قاعدي. كل ما قيمه البي اتش تقل الحمضيه تزيد. اتمنى كده الكلام هنا واضح. نيجي للبي او اتش سالب لوغاريتم او اتش سالب، يعني لو معطيني الاو اتش سالب 10 او سالب 11 يبقى البي او اتش تبقى موجب 11. طيب خلاص كده واضح. طيب في البي او اتش كل ما يكون المحلول قيمه البي او اتش بتاعته اصغر من 7 يبقى المحلول قاعدي. طب كل ما تقل القاعديه تزيد. واضح الكلام؟ طيب يعني لو البي او اتش لمحلول بتساوي 1 ومحلول تاني البي او اتش بتاعته ب5، مين ايهم اعلى قاعديه؟ لا اللي 1. القانونين دول مع حاصل ضرب تركيز ايون الهيدروجين في ايون الهيدروكسيد. ان شاء الله ما فيش اي اسئله هتطلع من الكلام اللي احنا قلناه. اتمنى يكون الكلام واضح ونراجع عليه كتير ونحل تجميعات بقدر الامكان يا شباب. نهتم بالفترة هذه عشان ربنا يوفقكم ويكرمكم، وأتمنى نكون استفدنا من هذا الدرس. وكان معكم أستاذ سعيد عبد الفتاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.